في الدار. اللغة العربية وهي من أجمل اللغات العالم، فيها لغة أمة العربية. اسمي ديفيد، جئت من أوكرانيا وأنا سعيد أن أتعلم اللغة العربية. وأنا مستعد على مونتيسوري. أنا شهروز من الباكستان في مدرسة المونتيسوري. أنا تعلمت لغة عربية وأنا سعيد. أنا اسمي بولينا، أنا بحب لغة عربية. أنا اسمي أمينة، عمري 8 سنوات في مدرسة المونتيسوري. أنا أحب لغة عربية لأنها لغة القرآن. وأنا أحب اللغة العربية كثيرا. والخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من أنا؟ أنا المتنبي. اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فخر الإنجاز. أفديك بروحي وفؤادي وأصبحك رمزا للبلاد. نبع العلم ونبع الأجر وتراث زاحم كالبحر. يا لغة تسم بالنسر، ما أجملك لغة العالم. لغتي ما أحلاها لغتي العربية. تسمى لغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة التي تحتوي على حرف الضاد. تحتوي على 28 حرفا. أكتب ألفا أكتب باعا أقرأ كلماتي. أمسك قلمي ومفتاحي أسمو أحلامي. مرحبا، اليوم سوف أتحدث عن موطني شعر أحبه كثيرا لأنها تحكي عن فلسطين. ليس لفلسطين واحدا وتحكي عن المنطقة، تحكي عن الأقوياء
والحرب والحزن والفرح. عن الديار ابن الرسول مليكنا بولعه، انحنت الجبال وحلف الرضيع يمينا، تحدى بنا كل الشعوب تيقنا، شعب عشقنا هذا التراب جنينا، يا عدل ملك الأرض غرب صوتنا من أرض مغربهم إلى برلين، علم ملوك الأرض يا ابن رسولنا أن التراب هو الحياة من أبي جناح بن مسعود.